أسعد الله مساءكم ورمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير. يوم جديد من العاصمة بغداد بين أهلنا وناسنا وأجواء رمضان وما بعد الإفطار، وكيف هي جولات العوائل العراقية في بغداد. تواجدنا الآن في مول بابلون، نتابع كيف هي أجواء هذا المكان وكيف أجواء العوائل المرتادة لهذا المكان، والفرحة والضحكة والبسمة على شفاه العوائل والأطفال. ويا رب إن شاء الله إفطار شهي وتقبل الله الطاعات. نبدأ حلقتنا ويا أهلنا وناسنا، لكن بعد أن نخرج بفاصل سريع بقناة. اهلا بكم احبتي المشاهدين، حلقتنا اليوم من مول بابلون نكملها مع اهلنا وناسنا. دخلنا الى داخل المول حتى نشوف الاجواء والاماكن اللي يرتادوها داخل هذا المول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله علينا وعليكم. الحمد لله. انا رمضان والله كلش حلو، يعني ورا الفطور امان، وهاي يعني الاجواء كلها حلوه، الناس تتسحر برا يعني ترجع وقت متاخر، فيعني حلو. اكثر اوقات تغبون صديقات بيناتكم تطلعون لو لا؟ اكثر شيء اقارب، اني مرت اخويا مثلا، يعني هيك الاهل. الاماكن اللي تفضلها العائله وين؟ والله المولات احنا اكثر شيء. ليش سبب اختيار المول؟ يعني هي حل الاجواء بها، يعني مشاركات وهاي يعني. باقي الايام تكون اكو مقسمه ايام معينه في قطاع؟ مثلا اقارب نروح مو الا مال، قرايب او يعني مثلا واحد يطلع ورا الفطور، محلات او شيء هيك، مطاعم. موظفه لو لا؟ لا ما شغلت. اني زينه. زينه. الاكله المميزه بيها اني برياني والدولمه. العراقيات متفقات على البرياني والدولمه، هاي اذا تقول مميزه برياني والدولمه. اي اني اكثر شيء برياني والدولمه. باقي اليوم هذا الجيل البنات يحب ان يقضن اوقات ما بعد الافطار بالبيت لو يطلع عنه؟ والله مرات بالبيت ومرات برا. الاغلب بالبيت. بالبيت؟ اه جيد. عندك وحده مزعلتك تسلمين عليها؟ لا لا ما عندي. لا رمضان كريم علينا وعليكم. شكرا على السلام عليكم حبيبي. رمضان كريم علينا وعليكم. وانت بخير؟ والله الحمد لله بخير. قلت لي لاعب كفة. اي صح. يلا شنو الكفة اللي حتسويها؟ سوي لك كل ورقة لاعب كفة. تمام؟ بس خلي الورق على صفحة. تمام. شوف انا كبداية عندي الورق كلها مختلف، تمام؟ إذا الكاميرا قاعد تشوفه كلها مختلف الورق عادي، تمام؟ فاللي راح أسوي، راح أسوي شيء بسيط وسهل، أوكي؟ تقدر تفرغ لي إيدك أو يا ما أفتح لي إيدك بهالطريقة. عندي هنا راح أطلع عندي هالورقة. الثمانية ماتشة، تمام؟ راح اخليها بيدك، تمام؟ اعطيني المايك، خلي ايدك الاخ فوقها. خلي ايدك. اوكي. هذا الورق انا ما احتاجه. راح اخليه بجيبي، اوكي؟ فاللي اريده من عندك سؤال بسيط كلش. الورقة مالتك حافظها وتتذكرها، شنو كانت؟ ثمانية ماتشة. ثمانية ماتشة، اوكي. راح تلاطف وياك شوية، اوكي؟ تمام. انا احس بخشمك شوية كبير. اوكي؟ راح احاول اصغره بداية، تمام؟ احاول اصغره. وفرشه هنا بهالطريقه هاي، اوكي؟ زين، بهالحركه هاي بل يبيش حاله اذا فر ايدك، تمام؟ خشمك اثر على الثمانيه، اذا تفتح الثمانيه شو تصير؟ افتحها؟ افتحها، شو صارت الثمانيه؟ اها حلو. خشمك اثر عليها. حلو، حلو. رمضان كريم علي. وعليك حبيبي. كل عام بخير. انت بألف خير. كفت يد حلوه. عرفت اني الفكره مالتها اني مركز وياها كلش، بس حلوه، احنا ما نريد نخرب. بس اقول لك غير شيء. لا لا حلو، عاجت ايدك. خفه اليد هذه مهاره تدريب لو شيء؟ هو باوع اي لاعب خفه كل شيء يحتاج من مهاره، من تدريب، من تمرين يوميه، من ذكاء، اسلوب،
كل اي لاعب خفي يحتاج هذا. انا خاصه اكو فت حركه اذا اسوي لك اياها اوهمك طريقه كلام، بس انا اسوي غير شيء. مثلا اقول لك، مثلا اقول لك رقم 2، بس انا اسوي غير شيء مو رقم 2، اكذب عليك دا اوهمك بأسلوبي وبحركة يدي بخفة يدي. حلو. هيك. وهي الحركة شطارة بالحوار كمينة معاه. أكيد أكيد بالأسلوب وتقنعه بأسلوبك. يعني مثلاً تقول له دا أسوي شو دا أسوي غير شيء. مثل ما فهمتك وهم. صح. بالضبط. شلون رمضان يعني؟ والله ماشي الحمد لله. الحمد لله بخير. خفة اليد هاي تروح إلى أماكن معينة. أكيد. تأخذ أماكن معينة. أكيد. 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 أطلع أكثر من مهرجان وأكثر من مقام قنوات طالع حمينة. نعم. رمضان كريم عليك. عليك حبيبي. أنت بلف خير. حبيبي وارد. السلام عليكم. رمضان كريم. معكم بخير حبيبي. صحة وعافية. شلونك؟ مشتاقين أستاذ ماجد. أمورك؟ شلون الصحة؟ شو أخبارك؟ شلونك ويا رمضان؟ والله. حلو. الحمد لله. شو أخبارك؟ رمضان كريم عليك كل عام. حمود يا اهلا بك احمد، شو اخبارك؟ مشتاق لك. بدون قلبك اشوف شغلك. الله يسلمك. لا اشوف شغلك حلو. بدون قلبك مبدع استاذ ماجد سليم، ما شاء الله عليكم في قناتنا بغداد، وانت باسمك ما شاء الله قدرت توصل معاناة الناس ومشاكل الناس. الله يسلمك. الشغل مع الصيام شلون؟ شوف يعني هو يقول لك الاجر على قدر المشقه، رغم انه انا برمضان يعني وقفت برنامجي، يعني تعرف بعد رمضان يعني اسوي بي ابديت تحديث، يعني فقرات ديكور جديد مواضيع جديده، بس باقي عندي اذاعه يعني الصبح اداوم في احدى الاذاعات. زين يعني تدري انا احب الاذاعه اكثر من التلفزيون. اذاعي انت اي اساسا احس انه مكاني هو بالاذاعه، فمع ذلك انه يقول لك انه الجهد الاذاعي مو مثل الجهد التلفزيون، هذا خطا. يعني البعض يقول لك الجهد في التلفزيون اكثر، لا الجهد في الاذاعه كما هو في التلفزيون. نعم. عاد نقدر نسالك اسئله بعيده عن الاسئله المعتاده؟ يعني حاضر. بيها شويه نوع من الجراه. يعني حاضر. ليش تاخذ في حوارك جزء من الزائد 18؟ هذا ما يتابع المشاهد. في حوارك جزء يعني من قصدك بعض الإيحاءات. أنا أحمد أنا تميزت في هذا الشغل. فأنت لازم تخلي لك بصمة، لكن مو من مبدأ خالف تعرف، لا. يعني الإيحاء اللي أستخدمه والموضوع اللي أستخدمه بي ضربات قوية، وانت تعرف يعني اكو يعني البعض وليس الجميع يعني ما يفيدوا ياهم الا هذه الطريقة. زين الايحاءات اليوم وصلت ايحاء لمسؤول ووصلت فهمت؟ هي توصل لهم. بس شنو هم يغلسون؟ يعني اغلب المسؤولين هم يعرفها ويعرف هو نفسه مقصر، ويعرف الناس ما تحبه، ويعرف الناس تكرهه. زين فهيك واحد. شنو اخر ايحاء وصلت له جديد؟ هواي ما اتذكر هنا احمد. اخر واحد اخذ مساحه. اخر واحد مع القاسم صابونه. قاسم صابونه. احنا اشتغلنا سويا انا واستاذ ماجد في قناتنا بغداد، وايضا في يوم من الايام شلنا دعوه سويا انا وياه، دعوه قضائيه من احدى الوزارات العريقه. تمام. دعوه وبعدك ثلاث دعاوي بعدك. زين وحده انحكمت عليها وحده انحسمت وبعد وحده باقيه. يا رب ان شاء الله ما في دعاوى. أنا أعتبرها بصراحة أحمد نغرر بروحنا ونشوف نفسنا أكثر من الناس، بس هذا نجاح. هو هذا نجاح. أحمد أنا أشوف الآن الدعوة من سياسي فاسد إلى إعلامي ناجح هي وسام شرف. صح. معناها أنت تتلاحق وهم دي يحسون بك أنت تتلاحق، دي يعرفون، وهو هذا هدفنا إحنا وراهم. مرام لو 100 دعوة وتعبي الشغلان ها؟ وتعب الشغل؟ منو؟ أنا؟ أنت لا لذيذ جدا. الله يعني أنت أخذت فد ستايل خاص بك أحمد. يعني هو خلطة نسميه بين سياسي بين مناوع بين خدمي.
بين اجتماعي، وهذا مو كل واحد صراحة يعني لا أحمد صراحة يعني أقول لك يا يعني هذه الخلطة اللي إذا تشتغلها حضرتك الآن مو كل واحد يدبرها، أقولها بجرأة يعني. أنا شرفك أنا سعيد وربي يحفظك إن شاء الله. رمضان مبارك، تحياتنا الفلوجة وكادرها المبدع. الله يسلمك، شكرا جزيلا. نكمل ويا باقي عوان. السلام عليكم. سك عليكم السلام. رمضان كريم. لا عادي، اهلا وسهلا. والله يعني حلوه الحمد لله الحمد لله. تحبون انه دائما النساء يطلعون باماكن بها زخم؟ لا. تحبون هدوء؟ اي اي. صوتك بالشارع طريفه او مزعج؟ يعني مزعجة ازدحام. والطريفة؟ والطريفة انه تطلع من الدوام من وقت. هاي الساعة قللوها. ايه عندك في الشيء حلوة؟ اي طبعا اكيد اكيد. تعاركون عليها بال طبعا بخبر رمضان. اي اكو مضايقات للمرأة بالشارع؟ كلش. نوع المضايقات؟ يعني احنا كمجتمع يعني ما ماخذين راحتنا. اي يعني احنا كنساء ما ماخذين راحتنا يعني بالطلعه بال اليوم تحرشوا بك؟ سؤال محرج. يعني عادي اليوم ماكو يعني اي يعني عادي. اي كم مره حس تذكر؟ لا ما اتذكر لان ما انتبه. هاي بس اليوم؟ اي لا اليوم. كل يوم. كلامي يجرحك؟ أكيد طبعاً. يعني أنا كبشر أريد أعيش حياتي مثل ما أنا أريد، يعني أتمنى أطلع أطوب ويا صديقاتي ويا عائلتي بكيفي يعني براحتي ما أتعرض للمضايقات. إيه الأماكن اللي صار بها تحرش وين؟ جامعات لو شارع عام لو أسواق؟ لا الشوارع. إيه جامعات يعني أكثرها أماكن محترمة. احنا يعني كموظفين هم دوائرنا يعني اوكي محترمين وناس تعرف ناس. ايش بالشباب صراحه؟ لا سؤال صعب. يعني مو كلهم اكيد، يعني لو فليت قلبت مو كلهم بس اللي تقصيهم يعني خلي يعفونا براحتنا. يعفوكم اي مضايقات حد؟ والله يعني ايه يعني مثلا تاخذ الاطفال تطلعهم ما تقدر، يعني ما تقدر براحتك. مع انه المرأة تاخذ حريتها بالشارع وكل مكان. رمضان كريم عليك. رمضان كريم. شكرا جزيلا. شكرا لكم. شكرا. خلينا نشوف شباب هنا. السلام عليكم. رمضان سلام كريم. الله رمضان عليك وعلينا ان شاء الله. الله يسلمك حبيب قلبي. الله يسلمك. شلون الاجواء في بغداد؟ والله اجواء جدا تخبل. حلوه؟ اي حلوه. من اي منطقه؟ انا من ابو غريب. من ابو غريب؟ حبيبي علاء. من ابو غريب؟ من ابو غريب. أنا أبو غريب. والله الحمد لله. حلوة؟ تخبل بناسة. شو محتاج أبو غريب؟ برمضان أقصد تحديدا. والله كل شيء محتاج أبو غريب، خدمات تعبانة. وكل شيء يعني بغداد الصورة عامة، العراق بصورة عامة هو كلها خدماتها تعبانة. متنزهات لا ما بيها، خلينا متنزهات لا ما بيها متنزهات. ضرورية متنزهات. والله شيء أكيد يعني هو لازم يعني المكان الترفيهي يعني محتاج لكل عائلة عراقية وكل بيت عراقي. محتاج الاماكن الترفيهيه وتعرف هسه احنا عوائلنا وشبابنا العراقيين ما شافوا شيء يريد يعني هم الحكومه تباوع على الشعب العراقي تسوي له منتزهات تقوم له بالخدمات اللي هو يحتاجها كطالب كعامل كموظف كاعلامي يعني كل شيء يتطلب من عندنا صح لو لا؟ فاحنا مو بس نباوع مثلا نقول نذب اللوم على الحكومه لا احنا هم الشعب هم بتقصير المفروض احنا نبادر اذا شفنا انسان ما يبادر ويانا احنا نبادر احنا نقدر مثلا صح لو لا نقدر يعني نقدر نبني نقدر ناسس فد مؤسسه خيريه نخدم المناطق نخدم اي شيء يخدم صالح المجتمع او صالح العوائل العراقيه احنا مستعدين الى هذا الشيء. رمضان كريم. حبيب رمضان عليك. الشارع الشباب فر يعني اماكن الاستراحات واماكن متعتهم اكثر من العوائل؟ طبعا العوائل. طبعا الشباب اكثر من العوائل تواجدهم بالشارع. طبعا. والشباب من النوع اللي شوف ظاهره التحرش موجوده؟ لا قليل يعني طبعا العقول الراقيه والقليل هو قاعد يعمون على اكثر. طبعا. القليل يعني. القليلون طيب انت لو شفت متحرش ما تقدر تحكي وياه تقول له ليش؟ لا بالعكس. تقدر؟
بالعكس اي طبعا والله سويت فيديو سويته اي طبعا سويته عن طريق يعني ولد فات تحرش لبنيه فوصلنا الى ضرب انا وياه طبعا هي البنيه ما تقرب لك لا لا ابد وخليتها تروح يعني انا بديت بهذا الشيء ما سويت يعني شيء قدام البنيه يعني شنو كان رده شو يقول لك يبرر شو يقول ما اقدر يحكي ما اقدر يحكي لان يعرف نفسه على غلط حياكم الله ورمضان تاج راسي حبيبي رمضان علينا وعليك اشكرك الله نكمل ويا الشباب السلام عليكم وعليكم السلام اخوي شلونك شلون صار الله اكرم انت بخير يا حبيبي مرحبا شلونك عيني شلون الاجواء برمضان والله الحمد لله زينه اجواء رمضان حيل زينه يعني هاي السنه رمضان يعني رمضان هذا السنه يعني احسن من السابق صراحه يعني اي افضل الحمد لله شكرا يعني نشوف يعني كل سنه يعني يصير تطور باجواء رمضان بالالعاب بالبرامج بال يعني مسلسلات يعني نعم هذا رمضان شنو اللي يحتاجه بين المواطن والله هو اول شيء يعني طبعا الامان وبعدين يعني نشوف يعني هو اللي يحتاج انه فرصه عمل اكو ناس هوايه ما عندها عمل وبالاخص من يجي رمضان هاي دائما تشوف الناس اللي عنده مثلا عمل او تجاره يوقفها برمضان يعني يخافون ما ادري اشوف كل رمضان يعني حتى يعني على مستوى يعني العراق كله السوق بحركه لو مو زين لا والله مو مثل قبل يعني شويه يعني السوق بس بالنسبه للتبضع هذا يعني مو يعني مو قوي مثل تحب تطلع مع العائله لو مثل تطلع مع العائله والله احنا بصراحه احنا مجتمع يعني شلون تقول عشائر وهذا ما عندنا يعني انه طلعه بالعوائل وكذا وهذا ما يعني يطلعون العوائل لا لا ما يعني. لا ما نطلع لا اها اي نعم شنو اللي ما تحبوه بطلعه العائله صراحه والله بصراحه احنا يعني بهذا العراق بالاخص احنا شعب مو يعني شلون تقول محافظ فبنحب يعني دائما يعني الانسان يعني يشوفه يطلع هو وعائلته وكذا لان اكو مكان ترفيهي للعوائل واكو مكان لا مو يعني شلون تقول ما يوالم العائله العراقيه اي رمضان كريم عليك الله اكرم شكرا حبيبي انت بخير حبيبي يا مرحبا اهلا وسهلا رمضان كريم علينا عليكم انت بخير انت بخير شلون الصحه الله يسلمك شلون الاجواء في مولان والله الاجواء حلوه هنا حيل حلوه هان محافظه الانبار متعني هنا وجاي هنا الاجواء حلوه كلش يعني حياك بيك الحركه شلون لا الحركه خير من الله زين حلوه هي حلوه ازدحام بغداد لو زين لا زين اي ما يا ساعه انت تبقون هنا بالمول اشتغلنا تشتغل بالمول مطعم حركه بالانبار تكون في حركه قويه بعد الافطار اي نعم زين حيل امنياتكم في رمضان ها امنياتكم في رمضان والله نتمنى الامن والامان كل العراقيين ان شاء الله اي كل المحافظات رمضان كريم رمضان كريم علينا عليك الحمد لله يسلمك العوائل هنا تشوف حركتهم واعدادهم زينه بنطلع يعني الحركه جيده يعني احسن من كل سنه الحمد لله اي والله والله انت من انبار؟ لا انا من انبار اي الاماكن العامه يصير بها حركه بعد الافطار لو المولات؟ والله يعني المولات هي بشكل عام يعني الحركه بها اكثر من الاماكن العامه اكثر شيء المولات اي مطاعم وغيرها العالم يعني تفطر وغيرها حتى سحور يعني يظلون للسحور يتسحرون بالمولات بالمطاعم وش والله شوف انه اكو نسب عوائل وشباب دي يفطرون ويسحرون برا هوايه هوايه اي والله يعني خاصه هاي السنين الاخيره يعني كلها تسحر برا والفطور برا ما هذا بالبيت قليل شيء يعني مو مثل كل سنه اي اي والله حياكم الله ورمضان كريم يسلمك رمضان كريم علينا وعليكم شكرا خلينا نستمر ونشوف باقي عوائل العائلة الكريمة السلام عليكم رمضان كريم علينا وعليكم عام بخير انت بألف خير صحة وعافية شلون الأجواء في بغداد؟ حلوة يعني بين العائلة والأهل حلوة والجيران والفطار حلو العائلة والفطار ايه شنو الشيف مالتكم؟ طباخة مالتكم؟ انتي؟ شو طبخ؟
زين والدولمه والباميه. فشي اكثر شيء شنو تسوي مع الجنات؟ تسوي اشكال برمضان تسوي. اي هذه الاشاده جت من الحجيه. ايش الحجيه اشادتني؟ الله يسلمك. انت خذتيها شنو؟ تعلوم لو هيك على الفطره؟ لا على الفطره يعني. اي يعني تبحثين لو؟ لا والله هيك على تخلين. اي هيك بدون مقادير خبطه ويطلع مضبوط. اي بدون مقادير هيك على على حب الله. اي على حب الله. هو لك عن نفسي يعني. اه اي عن نفسي. صار كم زوج؟ من سنة 2005. زواج شلون؟ الحمد لله شكرا. زواج يعني حنين. يعني هاي ابي اسالك. منفصلة انا عندي هاي بنتي. اها منفصلة. شنو يعني اللي قلتي بيه يعني؟ يعني انت تحسين انه الرجال ما يتفاهمون مع النساء؟ هسه وقتنا هذا يعني شارت الثقة يعني مو مثل الأول. أهلنا يعني أبهاتنا وأمهاتنا وهاي كانوا على الفطرة يعني ما يعرفون يعني مثل هسه الناس توعت يعني. والله مو مثل قبل، قبل الناس على الفطرة على لاهيتها يعني مثل الله. هسه الناس توتت. ها؟ مالش نية ترجعين؟ لا لا لا. الله يسلمك. الله يسلمك. علينا وعليكم الحمد لله. أنا السادس. حلو الأولى؟ الأولى. شنو طموحك؟ محامية. حلو. تحبين إنه هاي الشغلة المحامية؟ إيه. شغلة القانون والهاي بيصير؟ أحب. لا أحبها. حلو. تحبين توقفين إيش قدام قاضي وترافعين فلوس؟ إيه. رافعين هسه يلا؟ بعدني. بس كفكرة يعني. تشوفين ان المحامية تتابعين مثلا فيديوهات او مرافعات؟ صراحة لا. بعد وقت؟ لا. بعد. اكو غش بالامتحانات؟ شوية. يجون هواية طلبة من عندك تردين؟ من عندي لا، لان اني شو اسمه يعني مراقبة على الصف، اذا يطلبون عندي قول راح اقول للمعلمة. ايه. ما حد يقدر يطلب مني؟ لا ما حد. ما حد يقدر. ما حد. ان شاء الله يا رب النجاح. شكرا. الله يكرمك. الحمد لله. الله يسلمك. شنو الفرق بين النساء قبل ونساء الوقت هذا الجيل هذا الاخير؟ قبل احسن من هسه. شلون؟ يعني يصبرن على الضيم، يصبرن على كل شيء، يصبرن. هذني هسه طلقني 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 طلقني. ما يصبرن؟ ما يصبرن. احنا قبل شيء نصبر يعني نصبر. اي نصبر يعني جوع عطش شيء نصبر يا رجال. يعني كل شيء احنا قابلين شيء يعني. اي هسه ماكو، هسه ثقه ماكو. يعني هسه ثقه كل شيء ماكو، لا يعني ثقه من لا رجال ولا امراه. ثقه شالت. اي هاي مشكله. اي انشال الثقه مصيبه هاي. اي اي يا رب ان شاء الله الثقه موجوده. أي. واحنا نشوف دائما النساء العراقيات متميزات. اي صحيح. يعني سوالفهم حلوه وكلهم اهل طيب. اي صحيح. ان شاء الله يا رب تبقى هاي الطيبه. ان شاء الله يا رب. رمضان كريم عليكم. ان شاء الله رمضان كريم. يا رب الصحه والعافيه. الله يسلمك ان شاء الله. وسهلا. خلينا نشوف باقي عوائلنا الكريمة ونشوف الست. رمضان كريم. انت على خير. رمضان كريم. شو الأجواء معاكم؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. من وين؟ من بغداد. تكون الطلعات دائما بعد الإفطار طلعون؟ اي اكيد هو لازم يكون الطلعات بعد الإفطار، يعني تكون شوية الناس تنفع أحسن. اها. ويا من طالع اليوم؟ والله بس أنا وبناتي. انت وبناتي. الرجال ليش ما يطلعون ويا العائلة؟ ما يحبون ويا العائله، ما يحبون ويا النساء والبنات. مزعجين يقولون. انتم مزعجين؟ النساء مزعجات. اي حيل. قلت الرجال يقولون عن النساء مزعجات، ليش؟ يعني هاي النساء هاي صبروا عليكم، اللي حبوكم واللي ربوكم تقولون عليهم مزعجات، ليش؟ والله احنا نعترض على هاي الشغله. وانا اول الناس ما اطلع ويا اهلي يعني، اشهد ما بالله. شلون بعد تعترض؟ مو شغله مزعجات. انه يفترن هواي. اي يحب انه يفترن. اذا عامل يوم واحد ما يطلعن بعد نص ساعه. يعني ليش هالفكره هاي علينا؟ يعني انتم بسرعه تطبون تاخذون الحاجه وتطلعون. احنا ناخذ هيك عادي. لا احنا ماكو. اي ندقق هواي، نريد الاحلى الافضل الاحسن. احد الاخوان اللي طلع وياني لقاء في السيديه الصور قال النساء كفره من يشترن. صحيح. الله يعينه. هواي عامله. يعاملن ويرجعن ويدققن ويرد الشيء الحلو لمرته. انت بصراوية؟ لا والله بغداد. بس يعني شوفني يقول بصراوية. ليش لا
لمحه البصره، هاي دم البصره. لا احنا اصل عماره، بعدين شفنا قول بصره. لا ترى انت عماره بصره يعني اخوان، ماكو فرق. شلونش بتطبخ؟ لا الحمد لله. لا الحمد لله. الحمد لله. الاكلات اللي ما موجوده ببغداد انت تطبخين؟ يعني شغله موروثه من اجدادي. كله دسم، ما عندنا هيك، كله تشريب لحم، تشريب دجاج، دومه، برياني، خير من الله، نعمة فضيلة، نعمة فضيلة. علينا وعليكم، وانت بألف خير. أكو واحدة من صديقاتك مزعجة هواية تتدخل؟ أي تتدخل هواية، شو تقولي؟ أقول أنت شعليك. شعليك؟ أنت شعليك. شلون رمضان وياك؟ الحمد لله. طيب. تساعدين ماما بالأكل ولا؟ نبات. شنو أكثر شيء تتابعين أنت بال، تتابعين تليفون لو تلفزيون؟ أكثر شيء تليفون. تليفون. لا. مرحبا. رمضان كريم عليك. علينا وعليكم. وانت بخير. أكبر؟ إيه. يعني أنا لازم ويا ماما دائما. إيه. تعلمتي من ماما شيء؟ إيه. شو تعلمتي؟ كل شيء أعرف. كل شيء تعلمتي؟ إيه. زين. شنو اللي تتمنيه من ماما تسوي لك إياه؟ فتشي من أمك تطلبيه تسوي؟ ما أمي كل شيء مسويت لي ماري. كل شيء موفق منك؟ كل شيء. رمضان كريم عليك. علينا وعليكم. تسلم. باقي عوائلنا بعد ان نخرج بفاصل، ابقوا يانا. اسعد الله مساكم من جديد احبتي المشاهدين، نستمر في لقاءاتنا مع عوائلنا الكريمه ونشوف العائله الكريمه هنا. رمضان كريم. اجمعين علينا وعليكم، مليون خير ان شاء الله، صحه وعافيه حبيبي، مليون بيك. شلون الاجواء بغداد؟ والله حلوه الحمد لله مثل ما تشوفوها، وخير ان شاء الله وسلام، وحلوه اجواء حلوه، هاي ان شاء الله بغداد دائما تبقى هيك والعراق كله يا رب. من نوع تطلع مع العائله دائما ولا؟ الحمد لله دائما دائما. ما تحب تطلع ويا ويا اصدقائك؟ يعني اكيد واحد يحب يطلع ويا اصدقائه، بس اكثر شيء العائله احب. اي احب ويا عائلتي. انت من الرجال القليلين والنادرين اللي يحب يطلع مع عائلته. أشكرك. يا هو اللي لازم يقول انا ما احب اطلع. اشكرك، وانا احب عائلتي، يعني انا احب اطلع ويا العائله. اليوم تحس بهذا يعني هذا التطور الالكتروني، النساء اصبحن متطلبات، يتطلبون النساء كثير؟ لا مو وجود التليفونات بيدين، وجود الاسواق اللي موجوده، يعني شيء طبيعي، شيء طبيعي، مو يعني مو زايد عن حده، اكو ناس تفرق من واحد لواحد. بس يعني الحمد لله زوجتي لا ما متطلبة ابد. زين الدليفري شغله زينه لو مو زينه؟ كل زينه. زين. كل زينه. حلو. الحمد لله حلوة. يعني تدزون دائما دليفري؟ دائما دليفري. حلو. دائما. ساعات ما بعد الافطار اي ساعه تبقون تطلعون؟ يعني بس احنا مثلا موجودين هسه الاهل طلعوا ودي يرجعون البيت، احنا باقين نبقى الى عن فد 12 بالوحده ونرجع البيت. زوجتك طباخه ماهره لو لا؟ اوه اتمنى تشرفونا البيت وتذوقونا كلها حبيبي عمري. لا اكله مضبوط؟ لا تمام. تمام. حلو. اكثر اكله تحبها من ايدينا؟ كل شيء بس اكله مميز. برياني. برياني. اي برياني. عراقيات متميزات بالبرياني. لا على راس اكيد. اقرب طريق الى الرجل شنو؟ مأتة طبعا. هاي قريبة دائما تكون المرأة العراقية. معروفة. رمضان كريم عليك. عليك علي تسلم، وانت بخير تسلم. الرجل عند ما يحب التواصل مع عائلته والقرب مع عائلته، انت من النوع اللي اذا طلع اكثر من مرة مع اصدقائه تقولي له لا لا اطلعاني؟ لا ابد، هو انا واقف قدامي. اي والله. والله العظيم اصلا ما يقول لي ضايج وهذه، اقول له اطلعوا يا جماعتك، روح غير جو، اخنا احنا ما لك علاقة بينا. اي والله. صاركم متزوجين؟ 16 سنة. ما شاء الله، ربي يديمه إن شاء الله يا رب. ما فكر يتزوج ثانية مثل يوم قلت؟ ليش؟ ليش؟ بس مع الرياكشن مال وجهه. لا 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 مستحيل، ما ألقى مثلها. إي والله. ولو يرجع بي الزمن هماخذها. ما شاء الله. إي والله. إحنا اللي نحسهم يحبون نحاول نتحارش بحب. ما حتقدر. دخل هيك. ما حتقدر نهائي أبد. وعيونك. يا رب يديم هاي الضحكة. أجمعين أجمعين أجمعين. وإن شاء الله تديم هاي الضحكة عليك. ويستر علينا كلتنا وعلى أمتنا وعلى أهلنا. هذا زكريا. الله يحفظه زكريا. يحفظ الجميع. رمضان كريم. أجمعين علينا. عليكم تسلم. أشكرك. شكرا جزيلا.
خلي نكمل لقاءاتنا مع والدة الكريمة ونتقل على السلام عليكم. رمضان كريم. كل عام وانت طيب. تمام. شلون الاجواء وياك؟ الحمد لله. الشغل في رمضان حلو لو صعب؟ طبعا حلو. حلو؟ يا ساعة تقول انتم انا 12. تطلعون انتم بعد يعني ما عندكم مجال تطلعون؟ ابد؟ ابد. يعني انت ما شايف الشغل؟ ما عندي وقت. ما عندي. شغلكم يعتمد على الستايل؟ لا. يعتمد على الستايل؟ على شنو؟ على المواطن ترويج عندنا. نعرف، أنت كمروجة حاليا يعتمد على شنو؟ أدائج؟ لسانك مع الناس؟ إرساني أكيد، إرساني والناس وأخلاقي. تمام. تمام؟ رمضان كريم عليك، كل عام شكراً، أنت بخير. ويا رب إن شاء الله تكون أجواء حلوة عليكم. آمين إن شاء الله. عندك واحدة من صديقاتك حشرية؟ ما عاشر هيك بشر. ما عاشر هيك بشر. عندك واحدة أحلى مني؟ كلهم حلوات. أحلى منك؟ لا ما عندي. ماكو أحلى منك؟ كلها سوى. أها. يعني أنت حلوة؟ ما مقتنعة بروحي. يعني إيش قد جمالك؟ من 100؟ زين. هاي قناعة عالية كلها. طبعاً. حلو. البنات من النوع اللي يتدخلن بشغلات بيناتهن، هاي يقلد على هاي لبسة كذا. إي. أكيد طبعاً. غيرة. أكثر الغيرة الموجودة بين البنات. بالملابس. ملابس. والنكياج. اليوم صار بش موقف ورديتي وحده؟ شلون صار الاجواء؟ عادي يعني انا ما عندي احد يغار، عندي صديقاتي باعتبار خواتي. حلو. ايه انت تغاري منهم؟ لا طبعا. رمضان كريم عليك. تسلم. رمضان كريم عليك. الله ينور عليك. الله يسلمك. الله يخليك. شلون الاجواء بالمواطن؟ والله كلش حلوه مثل ما تشوفون بعد، هي الاجواء كلش حلوه موجوده بعد. يا ساعات والله هي بالمول ينقض الساعة 2 بالليل، يعني تخف الأجواء، بس هي ما شاء الله الأجواء تبقى للفجر، يعني للساعة 5-6 موجودة العالم، موجودة بالمول. حلو. هي أمن وأمان موجودة ما شاء الله. إن شاء الله. التسويق والترويج لشيء معين في بغداد سهل وصعب؟ والله هي إن شاء الله سهلة، ماكو شيء صعب بالحياة. شنو الصعوبات تواجهكم بالعمل؟ هي ماكو شيء صعب يعني، بس شويه العالم يعني لازم واحد يسال ويا العالم، يعني نسمع كلام، بس احنا ما نقدر، لازم نسال وياهم بعد. اها. يجون يسمعوكم كلام او يزعجوكم؟ اي نعم، بس احنا بعد شو نسوي؟ نتحمل. نتحمل. موفق يا رب. الله يخليك. رمضان كريم. كل عام بخير. وانت بخير. شلون الصحه؟ هلا بك. شلونك؟ شغل هنا يكون بس على جاي اضاءه تضرب هنا. اي نعم. شغل يكون باماكن عامه مزعج على البنت لو سهل؟ لا بالعكس، سهل يكون احسن. اي طبعا اكيد. ماكو مضايقات عليكم؟ لا لا بالعكس. انتو ساعات العمل كم ساعة؟ 4 ساعات. 4 ساعات زين مو صعبة؟ لا لا زين كلش، لا مو صعبة. اكثر الاشياء اللي ممكن تكون يعني تتمناها البنت العراقية اللي في عمرك؟ اكيد وظيفة ثابتة، يعني تكون يعني احسن ما الوظيفه، انه الاهليه تعرف الاهليه مو دائما. اي طبعا 100%. فنكون وظيفه ثابته او وظيفه حكوميه كلها احسن اكيد. زين. انت من نوع تحبين ملابس الموديل وكذا؟ يعني مو كلش، بس انه عاصره الموديل الحديث، يعني انه عادي بس مو كلش فد مره. اكو ادمان من بنات على انه نزل فلان موديل لازم اي طبعا، نزل هذا الموديل، نزلت هاي الماركه، نزل هذا اللون، اروح اشوف شو منزلين. اكيد طبعا، بس حسب مو كل البنات سوى. قد معدل البنت تصرف شهريا ملابس؟ والله هوايه يعني. 500 دولار؟ لا مو لهالدرجه، يعني خلينا نقول انه 200 دولار هيك شيء، يعني حسب، وجزء اقل وجزء اكثر حسب بعد. ايش قد تصرف؟
مو هواية. لا لا مو هواية. لا لا. حياك الله رمضان. علينا وعلى قلبك وانت بألف خير. عين هلا هلا. نستمر بلقاءاتنا ونسولف ويا باقي الاخوان. ورمضان كريم عليك. عليكم. شكرا جزيلا. حياك الله وربي يوفقك ان شاء الله. شكرا جزيلا. نستمر ويا باقي عوائلنا ورمضان كريم عليهم وكل عام وهم بألف خير. نشوف باقي العوائل الكريمة وهاي الأجواء الحلوة من مول بابلون. مول بابلون أكثر شيء انسحق قبل شوية. خلنا نروح نجيبه. خلنا نجيب الإسعاف. يلا خلنا نستمر وياكم وننتقل لمكان. أسعد الله مساكم من جديد أحبة المشاهدين مستمرين بحلقتنا لهذا اليوم من مول بابلون. نسولف يا الشباب هنا ونقعد يمهم وعلي يفطر من هناك. لا تقول لي مين يفطر. شلون الصحة؟ بعد كريم علينا وعليكم وعلى أمة محمد إن شاء الله أجمعين. شلون الأجواء بي؟ والله والله الأجواء مثل ما أشوف أجواء حلوة ولطيفة يعني تختلف عن باقي الأيام العادية. والله صراحه انا وهذا وناول قصر اليوم الولد جديد هم ما تنخطر علينا يعني دائما نطلع احنا من الناصريه. الناصريه اي بس نداوم هنا بغداد. بالناصريه اكو اجواء حركه مثل بغداد تختلف. حركه قويه كلش قويه. هسه حاليا اجواء حسينيه. اجواء حسينيه اي قال لي ان وفاه الامام علي عليه السلام. الله يعني شاء الله. دائما تكون اكو حركه باماكن معينه بالناصريه يعني هم ايضا مولات مثل شارع بغداد الحبوبي يعني المولات الاسواق يعني دائما العالم تطلع تمشى تبقى للصباح لسه. تعرف الحبوبي اللي سموه الحبوبي؟ الحبوبي نسمع على اسم محمد سعيد الحبوبي من النجف. شنو اكثر شيء تشتري بالناصريه؟ اريد هديه. جاوبتك اريد هديه. شنو اكثر شيء تشتري بالناصريه؟ يعني بالشعر. شعر بس لا قلت شعر فيدي اروح له. شعره؟ ايه. منو شعر بيك؟ والله انا مو شاعر. انا احب الشعر بس مو شاعر. من الشاعر؟ صافي صار انا مو شاعر. لا اكتب شعر ولا احب الشعر ولا اسمع. تحب الشعر؟ ابد. تحبه؟ اللي احبك انت. ما احبك انت عليك. حبيب الغالي. يعني اليوم الشباب تحسهم ميالين الى شنو؟ الى الغناء، الى الشعر، الى الرياضه، شنو اكثر شيء؟ اكثر شيء هسه بشارع ام رياضه. رياضة. نعم. تشجع انت؟ انا لا ما احب الطوب ابد. شو تحب لعبه؟ حتى تحب شعر. ما تحب رياضه؟ اطلع. تحب بنات؟ اكيد كل شخص. تحب بنات؟ اي احب بنات. ترحم على والدي. اكيد احب. ها؟ اي. كم واحد احب؟ هواية. تقريبا ايش قد يعني ثلاثة. والله انا هواي. هواي؟ اي كلهم يتويان زواج والله. بس ولا واحدة رمت وياي. انت اللي خاف من تريد الزواج. والله عم انه ما يرد انه مو الزواج. والله. شوف اليوم العلاقات صايرة علاقات ناجحة لو فاشلة. والله تبقى ورا الشخص ورا البنية. يعني برايك. يعني اللي والله انا الصراحة غير عن طريق طالب جامعي. من قانون يعني شفت هواي عن طريق العلاقات تزوجوا. بس اكو يعني اصابعك مو كلها سوا. احنا حتى لو اكو اشياء خاطئة لكن اكو حب. صح اكو اي. بالتالي اكو حب. اكو حب. اكو حب عذري واكو حب نظيف. صح صح اكو اكو اكو. ما نريد نشيع انه. غلبت. ما نريد نشيع يعني فكرة انه ماكو حب وكله كذب. اكو حب. اكو حب ماكو. اكو حب. اكو حب لا لا. انت عندك حبيبة حاليا ولا ما؟ والله حاليا محدق. ملتهي بعمله بس. اي علي يعني هذا الجانب ياخذ وقت من عملي فصراحة يعني حبيت هاي السوالف كلها ويا بعدين لازم يجيك وحده نقناقيه ياخذ من صحتك حتى تاخذ طاقتك كلها اذا تقعد نص وقت تلقى هيك يا حبيبي وينك تاخرت كذا صير بوكسيات لا مسي علينا وعليكم علينا وعليكم ان شاء الله عمل لو طلاب علينا لا لا عمل عمل تروحون للناصريه اي اكيد كلش يعني انا هسه حاليا اليوم جيت بس يعني حسب الشغل يعني مثلا كل شهر كل 20 يوم
مو سوء. الناصرية مو هالقد؟ يعني مو هالقد مثل يعني كالعاصمة. شباب نسمعهم ببغداد موجودين للناصرية يشتغلون. أكيد لأن هنا عاصمة و مثل ما نقول شغل. أكيد أكيد. أكثر شيء تحتاج إلى الناصرية إيش تحتاج؟ مثل الشغل. الشغل. توفير فرص العمل. أكيد. أكيد. نسب المبدعين بالناصرية نسبتهم كبيرة؟ كبيرة. كشعراء. صاروا مسيات شعرية؟ يعني. إيه بس أنا ما أعب الشعر وهاي السوالف. أنا مثلا زين. كنسبة لي شخصي. كلكم تشتغلون أربعتكم. أي. من اللي يعزمكم؟ من اللي يعزم فيكم؟ أنا شيت رهنانية بس ما كلب الوعد مالتي. قال لي نانا والله زلغطة وأعطيك 50,000 صار الصدق قال يدور أغسل. ما سوى. قلت له يعني أرقص هنا ما رقص. ما رقص. وإذا يرقص غسل. قوري. اروح اغسل وارجع. لا لا انا هسه لزمك احنا اذا رقص هسه تعطي فلوس. لا في الشاشه. لا لا موج هو يرقص لك دخل الفلوس هو يقبل ترقص. لا موج لا تسوي شنو خوبك. حط ال 50 هسه حط ال 50 هسه هنا حط ال 50 هنا وهسه قوم كاميرا شاده قوم حتى قلبك دغلات. انت مو تريد هديه؟ يعني تحدي صار تو مو طلب هديه منه؟ لا تحدي طلب لو لا طلب قوم ارقص يعطيك هديه. يعني قال زواج انت ما تبغى هديه؟ يا متى تطيح هسه؟ بطلت اكثر واحد يطلع قبل شيء وعزم. هو عزم اكثر واحد من النوع اللي ابد ما يصرف الطلعه كتله ولا يسكت. هو اليوم وجيت فل علي جاب من الناصرية. طلع العقد مالتك. وين العقد؟ اقرا يا التاريخ. شنو التاريخ؟ هسه عادي اطلع. بس شنو اول يوم انا خطار المفروض هو قريب ويعزمني يضيف طبعا اكيد. شلون اليوم؟ لا 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 ابن الناصرية. صحيح ابن الناصرية انت ابن الكرم. على قولتنا لا 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 اسمع هم او شو وقت جاء؟ اسم رخصتك شو وقت جاء؟ شو وقت جاء؟ هو اليوم هم قاعدين. جاء اليوم اسمع. صح جاء اليوم. من اللي يضيفني؟ راح اخذ الشقة مالتي بالشقه ما راح قاعد يعزمك. هو علي انا اصلا هو قاعد هنا وقاعد اكتر وصاحني عيارك من هسه. انا هو قاعد وانا جيت وهو صاحني يعني لقيتهم نازلين اكل. يعني شنو اروح اعزمه فوق الاكل مالته اكلين؟ يا ابو علي انا ام سعوديه ابو كويتي. علي رايك اللي ما اخذ الصمت يقولون شعب. انا لا والله مو شعب مره حافظنا شعب شويه. لا ما حافظ كذا. ما حافظ احب الشعر بس ما احفظ. اي شاعر يستهويك وتحبه؟ شعراء اكثر شيء مرتضى حرو. مرتضى وبالسوق على المغشغش. والله احنا تحياتنا لصاحبنا وصديقي سجاد الغريب من المبدعين المتميزين بالناصريه. شاعركم البطل سجاد. والله سجاد ما اعرف. تعرف سجاد من الناصريه؟ سجاد شنو؟ سجاد الغريب. والله الصراحة هي الشعراء خير من الناس. من الله بالناصرية. شعراء وايد ناصرية. شعارنا يعني هو كذا. مرتضى حرب من الناصرية؟ لا من البصرة. البصرة مرتضى. من البصرة. إيش قد تبعد الناصرية عن البصرة؟ تقريبا مسيرة. ساعة ونص. رمضان كريم عليكم. علينا وعليكم. حياة الناصرية والشيوخ وكل كل شوارع الناصرية. يا الله يحفظكم. حبيب قلبي. شكرا جزيلا. حياكم الله. خلي نكمل لقاءات وحوارنا ويا باقي عوانا. اهلا وسهلا بكم من جديد احبتي المشاهدين. مستمرين بلقاءاتنا مع عوانا الكريمه وشبابنا في مول بابلون ونشوف البنوته. رمضان كريم عليكم علينا على الجميع. انت بالف خير الحمد لله. اجواء رمضان معك حلوه يعني مو كلش حلوه لان كان عندنا امتحانات هسه خلصنا يعني هسه يلا حسينا خامس ادبي. شلونش بالدراسه؟ زينه. اكثر الاماكن تحبين تروحي لها وين؟ منصور.
ايش معنى منصب؟ يعني هي حلوة بناسها بجوها، رغم ما نسوي شيء، هو بس ناكل ونشرب وي. من طالعة؟ خواتي، أختي وصديقتي. أكو مضايقات بالشارع عليكم؟ لا أبد، لا لا. بالنسبة لنا لا، بس يعني غير أحد ما أعرف. أكثر الشغلات اللي يتدخلن بيها البنات، يعني بنيه بنيه البنيه بنات شو يتدخل؟ ما أعرف، لأنه ما أتدخل بغيري. هن مين؟ يتدخلون أكو بيهم، مثلاً مثلاً شلون طلعين وحدك، مثلاً باللبس، هيك أشياء. بالنسبة للي أعرفهم غير بنات ما أعرف. أنت يا مولي 2001 من أكبر. تعرضتي لموقف محرج بالشارع؟ بالشارع؟ ما أعتقد، لأنه ما أتذكر. لا. الشباب شنو رأيك؟ عادي يعني. يعني مو كل هالسوي. يعني عادي، بس أنا والله دا أشوف إنه العالم زينة يعني، أو بالأخص الشباب ما دا أشوف إنه شيء. البنات حريتهم بالتجوال وبالمطاعم. إي أبد، ما يعني ما فد يوم ضايقت أو صار شيء أو هاي، ودائما إنه أطلع وحدي أو خواتي هيك، يعني يطلع وحدنا ما شفت شيء ما حلو. تغني؟ لا صوتي ما حلو. أبد؟ لا أبد. جرب تغني. أبد أبد أبد. أبد ما بيها مجال؟ لا. شعر. ما حافظه. تحبين شعر؟ الشعر اكثر من الاغاني، بس ما حافظه. شو تحبين، الفصيح لو الشعبي؟ اكيد الشعبي يعني. شعب. اي احس انه هيك شعر يعني. تحبيه؟ رائد ابو فتيان. ما عجبك اداءه؟ كلش يعني احبه. تذكرين فصيله له او مطلع او شيء معين خاصه؟ دا اقول لك ما حافظه، بس احب اكثر شيء مال غشيتني. غشيتني بكل، لا يعني هي ما غشيتني هيك. تحياتنا لك، رمضان كريم عليك. الجميع يا رب، انت بألف خير. لا ما يقبلون، لا ما يقبلون. رمضان كريم عليك، شكرا جزيلا. نستمر بلقائنا مع شبابنا والولد. السلام عليكم. وعليكم السلام. رمضان كريم حبيبي. رمضان كريم عليك وعلينا، وانت بخير. الله يسلمك. شلون الاجواء في رمضان بعد الافطار تحديدا؟ والله اجواء كلش حلوه، وخاصه ورا الفطور. العالم العوائل تطلع تتونس، تشوف الجو كلش حلو. الشباب ماخذين مساحتهم اكثر برمضان لو العوائل اكثر؟ والله هي اغلبيه العوائل. العوائل العوائل، لان الشباب تعرف دوام وما متفرغين. اي مو مثل العوائل اكيد. شلون الحركه تشوفها بعد الافطار؟ حلوه. اي يعني مثل ما يقول احسن من السابق. أحسن من السابق، السابق العالم كانت تخاف ووضعية تعبانة، هسه الوضعية رحمة خير من الله. زين، وضعنا من زين؟ مستتم الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. أكثر أمنية تتمناها وما قاعد تتحقق، تتمناها هسه؟ هاي ما تصير. ما تصير لا. يا رب إن شاء الله تتحقق. زين عرفت؟ ما أقدر. بيها حبيبي؟ أكيد. بيها حبيبي. إيه. بعيدة لو قريبة؟ لا تقدر تقول بعيدة. بعيدة. اي وما صارت. بيها مجال تصير؟ لا ما بيها مجال. ابد؟ ابد. ولا تحاول مرة ثانية؟ لا يعني. اسمح نطب. طب لنا بالحب، تذكر لي احلى ايامك. يأذي الحب. يأذي؟ يفرح الحب. يفرح اذا كمل. اي بس اذا ما كمل يعني انت مأساة. اي اكيد. صار لك ايش قد ما شايف؟ ما صار له هواي، بس يعني ماكو فايده بعد. اي لان شلون مثل كل واحد راح الطريق. شو اقولها؟ هواي عندي حكي بس ما قلت. كل هالشيء بسيط. اقول اتمنيت تصير لي، بس الله ما راد. ان شاء الله اذا بيها قسمكم يا رب الحمد. ان شاء الله. ان شاء الله. رمضان كريم عليك. عليك وعلينا. بدوى قلبك. الله يحفظك حبيبي. رمضان كريم. شلون هالاجواء هنا بالمرات؟ والله اجواء حلوه. حلوه؟ اي والله. الحركه تشوفها زينه؟ زينه مرتبه. حلو. حلوه. شو وقت يشترون ملابس؟ ها؟ شو وقت يشترون ملابس الشباب؟ قبل العيد ان شاء الله بيومين ثلاثه. يومين ثلاثه. اسعار غاليه ولا رخيصه؟ لا زين. زين. اي والله. انت من نوع تلبس هوايه تبي تشتري ملابس هوايه؟ اي والله. هوايه؟ اي والله. يعني جزء من فلوسك
ملابس؟ الشيء أكيد. أكثر الأماكن اللي ترتادها أنت ويا أهلك أو أصدقائك؟ أنا وأخوي. أنت وأخوي؟ أي والله. أكثر أغنية تتمناها؟ أكثر أغنية؟ ما عندي أغنية، شو أتمنى؟ ما أتمنى شيء لا. ما أتمنى شيء. ما عندك أي أغنية؟ لا والله. أي أغنية ما تتمنى؟ ما أتمنى شيء. لا والله. يا رب إن شاء الله تتمنى ويتحقق في دول قلبك. حياك الله، السلام عليكم أستاذ. السلام ورحمة الله، أهلا ومبارك يعني كويت وأنت بخير وعمال. الأمان والصحة والسلامة على أمة الشعب العراقي كله. آمين. آمين يا من طالع. أنا طالع ويا الأهل يعني زوجتي وأطفالي هنا. أه. أه. تاركهم بعائلة. لا عندي ابني الصغير. يريد يحب العاب هاي طوبة ما طوبة والزحلوقة وهاي. هذي شغلات زينة خلوها. هي لا الحمد لله هي أهم شيء هي هاي. أهم شيء الأطفال. لا تشون. طلع على الأطفال. ها؟ الطلعة والونسة للأطفال. لا مو. ويعني شرط انهم ويا الاطفال ويا الاهل يعني ويا البنات يعني بناتي هاي بناتي اثنيناتي ما شاء الله. اي وعندي زوجتي كبيره وعندي ابني هم كبير سادس علمي ما شاء الله. اي الطلعه مع العائله حلوه. أي الحمد لله حلوه. انت من النوع اللي اذا طلعت ويا العائله كل ساعه يلا بسرعه يلا بسرعه؟ لا 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 اعطيهم مجال. اي يعني اعطيهم وقت محدد مثلا ورا الفطور. أي. يعني حضروا نفسكم اليوم اللي حنطلع مثلا للمول بابل للمول المنصور هيك. انتوا رجال مزعجين بالطلعه كل ساعه يلا ويلا ويلا. صحيح. اي صحيح. ياخذون حريتهم العائله. بالضبط. هاي اخوي هسه صغير امين عسل يلا بسرعه اريد ارجع من وقت اريد انام اريد ارجع. ما يحب الطلعه وياه يقول له ضوج علي هيك. رمضان كريم عليك. الله يخليك يا مرحبا. مرحبا. خلينا نشوف الشباب هنا. رمضان كريم. هنا عليك حبيبي. شلونك حبيبي؟ انت بخير. شلون الاجواء في مولات بغداد؟ والله مولات زينه حلوه واحد يعني غير جو زين. ايه انت دائما تطلع ويا مجموعتك؟ طبعا 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 مجموعتك. ايه طبعا. ايه زين اكو فد يوم صديقكم مرتكم وطى بحساب وطفى؟ ايه ناجي. ناجي تعال تعال خلينا نسولف وياك. شلونك؟ تعال هذا شلون الصحة؟ احنا بس خلينا نسولف وياك الكتكوت ونرجع لكم. تعال حبيبي. شو اسمك؟ كيان. ها؟ كيان. شنو؟ كرار. شلونك كرار؟ زين. اخبارك؟ شلون القلاد الحلوة هاي اسمك عليها؟ منو جاب لك اياها؟ عمو قتل. عمو خليني اخذها انا البسها. البسها؟ ها؟ هاي مكتوب اسمي. البسها انا؟ ها؟ ها؟ تعطيني اياها؟ هاي مكتوب اسمي. ايوه خذ ولا اسمك. كرور. اشتريت ملابس ولا بارك؟ لا بعد. بعد قلت لهم اشتروا لي وما اشتروا لك؟ قلت لهم اشتروا لي وبس احنا بساني ثاني مدى مدى يشتروا لك؟ اي ما ادري ليش ما تشتروا له؟ يعني هسه ما يشتروا لك؟ اي عائلته ترى كرار شكي عليكم قال ما يشتروا لي ملابس فابو امه ما يشتروا له ملابس هاي ده يشتكي عليكم هسه توصل ويشترون لك ملابس هسه بسرعه اوكي يعطينا بوسه. الله يحفظك ان شاء الله. نرجع لكم شباب. منو اللي هسه قلنا يورط؟ ناجي. ناجي شلونك؟ الله ناجي انت من نوع تورط خويا؟ ايه انا احب اورط اسوي الشغله واطفي منها. واطفي. ايه احلى شيء. حطيت المكان وغالي وورطت وطلعت. اي والله وايد مسويها. دائما مسويها. دائما مسويها. دائما مسويها. اي والله. ما تسوي لي شيء ناجي؟ لا عشان مو مع الصديق. شلون نسوي؟ اي طبعا. بس هاي ورط ما يخالف شلون لا ما ورطهم ما يجتمعون. هاي المشكله اي. لازم ورطهم عمو شنو؟ كل شيء. رمضان كريم علينا. رمضان كريم علينا وعليكم وعلى كل العراقيين ان شاء الله. حلوه الجمعه الشباب. ان شاء الله حلوه اكيد. بين الشباب والاهل وين ما تطلع حلوه الجمعه تكون بالذات ويا الاهل. اكيد تحب تطلع مع الاهل؟ اكيد شلون اكو واحد ما يحب الاهل؟ لا تحب تطلع وياهم؟ اي شلون لا؟ شباب وايد ما يحبون. لا 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 بالعكس على طول اطلع انا. على طول؟ اي انا دائما اللي اطلع وياهم. اها. اي الحمد لله. منو اكثر واحد بجماعتك من النوع اللي يضخم الامور؟ يعطيها اكبر من حجمها؟ يعني حسب مثل شنو؟ مثلا اذا يريد يزولف لك سالفه يقول لك صار انفجار وماتوا 200. لا ماكو ان شاء الله ماكو هالشيء بعد ماكو ان شاء الله انتهى الشيء اكيد. لا مثال احنا ان شاء الله ماكو بس قصدي ضخم الامور. والله كلها يسويها صارت كلها اي كلها كلها يعني اشاعه هواي منتشره. رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليك على امه محمد ان شاء الله. سؤال الشباب حاليا اكثر الاماكن يرطوها المغلقه او المفتوحه؟
هسه بالحالي يعني هسه بال يعني مفتوح اكثر شيء. مفتوحه. تلعب حديد؟ يعني على القليل. على القليل اي. تحس اكو مبالغه ببعض الاجسام؟ طبعا. شنو نوع؟ يعني طب يتمرن لك شهر او شهر ونص جابها الاوبر وتشكها وهاي. ولازم لازم غذاء صحي، تمرين صحيح. لازم اكيد. البنات ينجذبن الجسم الحلو؟ لا مو كلهم. يعني هاي كذوبه مو صحيحه؟ مو كلهم. مو صحيح. يعني شوف جسمه انه هو يشفد مره ضخامه ورجله ضعيفه. آه. مو فتشي حلو. لو يعدل جسمه كامل. انا سيرتك السؤال لانه اكو بعض يتوقعون انه الجسم الضخم هو جاذب للنساء. لا وهي هاي خاطئه. خاطئه طبعا. حياكم الله وربنا يكرم عليكم. سعيد بالكلام معك. سعيد حبيبي. زين. خلينا نشوف العائله، واسفين على التاخير. رمضان كريم. عادي عادي. الحمد لله، انت شلونك؟ انت بخير. رمضان كريم عليك. الله يسلمك. تعالي امي، انت القصيبه، شلونك؟ تعين. شو اسمك؟ زهراء. زهراء، رمضان كريم زهورة. كل عام بخير. زهورة شنو الملابس الحلوة؟ من اشتراك اياها؟ بابا وماما. بابا وماما الله يحفظهم. رمضان كريم. رمضان كريم عليك. الله يسلمك. وين الزوج موجود ولا؟ لا والله المرة جينا وحدنا. وحدكم؟ احنا من بداية رمضان ليش احنا نجي للمول؟ اها وحد. لا ويانا. لا ويانا بس اليوم ما طلع ويانا. اليوم طلع. اليوم وين راح؟ اليوم طلع ويانا. والله ده يشتغل. اه اي والله. خاف راح الزوج الثاني. لا لا بس انا. من الزوج؟ عنده اربع بنات يتزوج عليه. الله يسلمك. رمضان كريم حبيبتي. شو اسمك؟ باعوا هذا القمر باعوه. شو اسمك؟ زينب. زينب، زنوبة شلونك؟ زينب. زنوبة شنو هالملابس هذا؟ والشعر اللي خبه ضاع شعرها والعيون هاي؟ شعرها اندومي. اندومي؟ شعرك اندومي؟ ما في جوال. تحبون الطلعات بالمولات لو مكان الزهر؟ اي والله، اي والله، لا كل شيء، هو اهم شيء المول. كل شيء بيه حلو. يعني كل ما نجي نسعد نفكر ننزل جوا. ايوه ناخذوها من البدايه يعني. من البدايه يلا للنهايه، اخر شيء نقعد جوا. اخر شيء توصلون الاخر مرمرايه بالمول تقعدون. اي كل شيء بيه حلو يعني. اي وشغلاتهم كل زينه. زين. أيوة. يوميا تجون؟ كل يوميا. يوميا. يعني ما عندك دوام هنا؟ لا ما عندي دوام. قصدي بما معناه انه عندك دوام. اي باعتبار ورا الفطور يعني، بس نخلص فطور نجي للمول. اي والله. الاكل شلون؟ لا مضبوطه. مضبوطه؟ كل شيء اعرف. الاكل اللي كلش راقيه تسويه. ومتميزة. الباشر. باشر. 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 لا. والله. يعني ما ضجي من عندها؟ لا لا كل شيء سهل. البنات هيجي يلعبن نفسهم من عندها. لا باشر كراعي كل شيء أعرف. نعم. أي والله. معدلة. معدلة. عجبة. إيدك تنسيها. كل شيء أعرف. أي والله. تأكلين باشر؟ أكلها طيبة. طيبة. كلش طيبة. زين. وين المكان اللي خلينا نشوفك أكاله لولا؟ الباتشا مين ياكلوها اول ما يبدا الاكال؟ مين يبدا الاكال؟ الاكال من عينها ياكلها. قبل الحلقه يمكن لو حلقتين سولفت ويا احد الشباب وما عرف وين مين يبدي، قلت له تبدا من العين تطلع البؤبؤ الاسود وتاكل الشحم. هي اهم شيء العين. اي والله. وراها المخ. وراها المخ. المخ اخر شيء نخليه حتى ما يمرض. حتى ياكلوه يعرفون وين المخ. شو تقولين البنات يعني تلعب نفسهن واي وما اقدر؟ لا هاي بس بنية طلعا، بس انه بنية ياكلن في الجدريه. ايش يا الخمسه؟ لا ما تاكل الخمسه بتحس بالطعم بالاكل. اي والله. يعني شو تاكل؟ اول مره تكفي فرداني؟ اي طبعا. طبعا اكل فرداني هيجي. واكل هيجي. رمضان كريم عليك. رمضان كريم عليك، الله يسلمك، الله يخليك، رحم الله والديك. يا رب ان شاء الله يعافيك. رحم الله والديك، الله يسلمك. ان شاء الله ما تشوفون شر ويا رب كل ايامكم. الله يحفظكم شبابكم ان شاء الله. الله يسلمك، كل عام وانتم بألف خير. ختام حلقتنا لهذا اليوم ومن هذه العائلة الجميلة الكريمة، نختم حلقتنا لهذا اليوم وحلقة متميزة مع أهلنا وناسنا، يا رب إن شاء الله تكون نكون خفيفين الظل عليكم، ومن هذه الفرحة الجميلة وبرنامجنا هو ناقل للفرحة الرمضانية، وما بعد الإفطار نتواجد في العاصمة بغداد يوميا من الشارع العراقي. نوصل لكم هذه الفرحة. إلى الغد في أمان الله.